رجع إلى علماء اللغة الكبار ويرى ما تكلموا فيه بفصاحة القرآن وبلاغة القرآن. قالوا أن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بأساليب أعجزها أن تأتي بمثل هذه الأساليب. واتفق علماء اللغة على أن المجاز أبلغ من الحقيقة. يعني أنت إذا قلت فلان كريم هذه حقيقة، مجاز تقول فلان كثير الرماد. ما هو الأفصح والذي فيه فن الكلام؟ ومن رجع إلى لغة العرب رأى العجب في التشبيه والحقيقة والمجاز، الاستعارة، المجاز المرسل، الكناية، الاستعارة التمثيلية. سمع العجب ورأى العجب في لغة العرب. القرآن أعجزهم. يأتي إليك الوهابي فيقول لك: ألم يقل الله سبحانه وتعالى في الآية الفلانية كذا؟ يعني يأتي إلى الناس والعوام وألم يخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الصحابة وخاطب العرب بهذا القرآن؟ عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى عن السفينة: تجري بأعيننا. ترجع إلى سفيان الثوري وإلى أئمة أهل الإسلام الكبار، يقول لك: تجري برعايتنا. الآن نحن نقول للزوجة: اصنعي للضيف مثلا شاي أو مشروب، تقول: على عيني. وهل عينها يعني كانت عين غاز تغلي عليه الشاي؟ ففهم العرب من هذا الأسلوب أن هذه السفينة تجري برعاية الله سبحانه وتعالى. يأتي ابن عثيمين ويقول لك في هذه الآية، يرجع إلى العقيدة، نثبت أن لله سبحانه وتعالى عينان ثنتان. يعني يثبت من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى له أعين، ويقصدون بالعين الجزء، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذاته مركب من أجزاء فيها جزء يسمى عينا. ثم يقول لك: نحن لسنا بمجسمة ولا مشبهة ولا، ويقول لك: نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. هل قال سفيان الثوري الذي هو من أئمة أهل السلف عندما جاء إلى هذه الآية ونقلها عنه كبار المفسرين، قال: نثبت أن لله عينان أن لله عينين؟ من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، هل قال سفيان إن لله عينين من غير تشبيه ولا تكفيف ولا تعطيل ولا تمثيل؟ أم قال هنا: تجري برعايتنا؟ فهذه ألفاظ رنانة وضعها ابن تيمية، لأن عقل ابن تيمية لم يستطع أن يتصور الله سبحانه وتعالى إلا جسما. وكل من شاركه في هذه الرتبة في العقل فهم آيات الله سبحانه وتعالى بهذا الترتيب، ثم يقول لك: أنت معطل. لماذا أنا معطل؟ قال: لأنك أنت تنفي الصفات. أي صفات؟ قال: أن لله سبحانه وتعالى عينين. طب من قال بهذا؟ قال الصحابة. نرجع إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام السلف رضي الله عنهم. هل أحد منهم قال في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى له عينان؟ سفيان الثوري من كبار أئمة السلف. أنا عندما رجعت إلى تفسير الطبري وقرأت تفسير هذه الآية ما قال هذا الكلام. يعني لا السلف قالوا هذا الكلام ولا أئمة أهل الإسلام المعتبرين قالوا بهذا الكلام. ما قال بهذا الكلام ويتكلم بهذه اللهجة إلا المجسمة.
لماذا يتكلمون بهذا الكلام؟ لأنهم عقولهم لم تستطع أن تتصور الله سبحانه وتعالى إلا أنه جسم مركب من أعضاء ومن أجزاء، وكما ذكر هذا ابن باز في عقيدته شرحه على الطحاوية التي يعني أدرجوا أنفسهم أنهم لهم سلف في عقيدتهم، مع أن الإمام الطحاوي رحمه الله يقول تعالى تبارك وتعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات. ابن باز ماذا يقول تحت؟ هو سبحانه موصوف بذلك، ولكن تكلم الطحاوي بالإجمال وأراد أن يدحض أهل التشبيه، ولا سبحانه وتعالى هو موصوف بذلك بهذه الأجزاء والأعضاء.